في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. وحدثكم فارس عوض، وأتمنى بأن نستمتع معا بهذه القمة. ننتظر الكثير من الندية في هذه المواجهة. نأمل بأن تكون مباراة كبيرة من الطرفين ونستمتع بها حتى لحظاتها الأخيرة. اعتراض للتسديدة في هذا المكان. فوكس. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. يا سلام على اللوب. أرضية في وسط ال 18. تصدي مثالي. عمل رائع. أوهو. كرة بتضرب بالعارضة. تنفيذ جيد للضغط العالي. تمريرات كثيرة، محاولات لإيجاد شجاعة كبيرة في التسديد. شوف اللقطة، شوف اتخاذ القرار، لكن اللعبة عدت في اللقطة الماضية كانت غريبة من المرمى. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. ماذا سيفعل الآن؟ عرضية تصل للناحية الأخرى. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير. بينية تكسر الخط الخلفي. تسديدة من مسافة بعيدة. كرة تصطدم في القائم وترجع إلى الملعب. لن يحسب هذا الهدف بالتأكيد. راية مرفوعة وقرار سريع بالإلغاء. لم يكن هنالك أي تردد. التسلل واضح ولا يوجد أي شك. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. فريق الخصم بيخلص الكرة. كرة بينية فيها خطورة الآن. هجمة تنتهي بدون أي نتيجة. جميلة الكرة البينية. الله على النطرة. واضح أن مدرب الفريق الضيف راح يعتمد على خطة كشف التسلل. محاولة للوصول إلى المرمى. حتى مع الضغط الدفاعي الكرة كانت قريبة جدا من المرمى، وبالتالي ما يؤكد قيمة المجهود المبذول. ركلية تأتي مشاهدينا، قد يكون معها فرصة لكسر التعادل. بيلعب للكرة الوسطى 18. الله، بدأوا القمة. أشعلوها أشعلوها. 1-0 في هذا اللقاء. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. ضغط متقدم على الخصم. فرصة من جديد لكرة التعادل. ضغط عالي في هذه اللقطة. ضغط ناجح في الأمام. عدت الكرة. فرصة التعادل بتضيع. هدف كان ممكن يكون قريب في اللقطة الماضية. شوف الجماهير لا تصدق هذه الكرة التي ضاعت. من الصعب أن تتكرر في هذه المباراة. الضيوف لا يستحوذون على الكرة كثيرا في هذا اللقاء. أن تكون الطرف الأقل استحواذا ليس كارثة طالما أنك متفوق ومتقدم في النتيجة وتعرف كيف تطبق أسلوبك على أرضية الملعب. ما فائدة الاستحواذ إذا كنت لا تعرف كيف تصل للمرمى وتسجل.
فرصة لإرسال كرة عرضية من هذه الزاوية. التسجيل صعب جدا بل يمكن أن يكون مستحيلا، ومع ذلك مرت قريبة من المرمى. فوكس تدخل ممتاز هنا، محاولة لإيجاد ثغرة وإيجاد مساحة. حكم يحتسب ضربة ركلية بعد تدخل ممتاز وإبعاد الكرة. الآن لا صوت يعلو على صوت الجماهير لدعم ودفع فريقها لتسجيل التعادل. عمل جيد في قطع الكرة، استخلاص رائع للكرة وإيقاف الهجمة. ضغط مميز من الفريق يستعيد من خلال الكرة، وضغط مبكر وافتكاك الكرة في مناطق الخصم. يا مجنون كيف تمر كيف تعدي، الله على اللقطة. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. المنافس يسيطر على الكرة، الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. كيف راح يتصرف فيها؟ تدخل جميل من اللاعب. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول 1-0. رغم النتيجة في الشوط الأول فالفريقان متعادلان في كل شيء. مشاهدينا متابعينا، بداية الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. كرة في العرض، يحاول تغيير اتجاه اللعب. ممتازة التمريرة العالية، يبعد الخطورة عن منطقته. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة خطيرة من على الأطراف، ضغط عالي جدا في الأمام. بيكره بشكل ممتاز، الله على قطع الكرة، الله على التمريرة العالية. الكرة باتجاه المرمى، حارس يتعملق يتصدى يتحدى ويتألق. الله على الكرة، كان ممكن تحرك الشباك، فرصة خطيرة. ممتاز حارس المرمى، تصدي ممتاز. رائع في قراءة الفريق الخصم. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. ضغط ناجح في الأمام، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. أصحاب الأرض يتفوقون في السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكن بدون خلق فرص، بدون تسجيل، بدون عودة في المباراة. هذا الاستحواذ السلبي الواضح. فرصة هدف الآن، تدخل رائع ينهي الخطورة. الآن الكرة بيتغير اتجاه وتتحول إلى رمي التماس. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس.
الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. أي رؤية، أي دقة. أوهو، الكرة في المرمى. الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل شيء. صراع بدني في اللقطة في محاولة الحصول على الكرة. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. تدخل ناجح والكرة بتتحول إلى رمي التماس. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. تصل وبتعدي من الخط الخلفي. الله على الفداية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية. عرضية تصل إلى الصندوق، كرة خطيرة على القائم، يبعدها من مناطق الخطر. أصحاب الأرض يلعبون بضغط عالي في هذه اللحظات. ما زلت لا أصدق كيف أنها لم تدخل. أي كرة ضاعت، أي عارضة تدخلت وكانت حاسمة في هذه الكرة، والآن تتحول إلى ضربة مرمى. الكرة والدفاع في الوقت المناسب. ماذا سيفعل الآن؟ استخلاص الكرة هنا. فرصة الآن للكرة مرتدة. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة، حصل تأخر كبير في هذه التمريرة. رأي وتسلل صحيح، لأن كان مهم لعب الكرة بشكل أسرع وفي وقت مبكر، وعدم المبالغة أيضا بالاحتفاظ بالكرة. اعتراض الكرة في مكان حرج. الكرة في التماس الآن. عشر دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. إمكانية الكرة العرضية. يسترد الكرة في منطقته. فرصة الآن، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. تدخل ممتاز هنا، تنفيذ جيد للضغط العالي. تمريرة فيها من الذكاء الكبير حقيقة. حلوة الكرة، يا سلام على البينية. أوهو، كيف ضاعت؟ المرمى خالي. شوف اللقطة، صحيح من مسافة بعيدة لكن فرصة لا يمكن أن تضيع بهذه الرعونة. كرة بتبعد من مناطق الخطر. هجمة مرتدة الآن ممكن تشكل خطورة. كرة بتضرب الخط الخلفي. بينية بتعدي خلف الدفاع. منذ متى وقوة التسديد هي الحل في التعامل مع الانفرادات؟ كرة كادت أن تدخل المرمى لكنها مرت قريبة. صافرة نهاية المباراة، ويوم سيء يا أصحاب الأرض بالخسارة.